ثم ثلاثة أنواع بتاع التضخم، وحكيتي على التضخم المستورد. برشا أنواع بتاع التضخم. لا نعم، لا فيما يتعلق بالتضخم المستورد، وقلت هذا مبرر ويفسر ارتفاع التضخم نظرا لارتفاع الأزمة الأوكرانية الروسية، لكن إطلالة على السوق العالمية سجلنا انخفاض على الأقل في الأسعار، ثم انخفاض في أسعار البترول وانخفاض في أسعار القمح. لماذا لم يتأثر هذا على سعر بضائع تونسية؟ ما يتأثرش هذا به لهنا، ما يتأثرش علاش على السعر؟ على خاطر نحن نعاودوا نرجعوا لنحن ماناش قادرين انه باش نشريو المواد الاوليه، ما عندناش فلوس باش نمشيو نشريو المواد الاوليه، البنوك ما عادش تضمن فينا، المزودين ما عادش يعطيونا الفلوس، دونك هذاك باش يولي حاجه غاغ، الماده هذيك ماهيش موجوده، طريقه مباشره باش ترتفع الاسعار. ما ننساش سعر الدينار، الدولار ارتفع نعم امام الدينار، ونحن نجيبوا كل شيء بالدولار، مانيش نجيبوا باليورو، فلذا تقعد الاسعار مرتفعه. انخفضت والا ما انخفضتش الاسعار اذا كان ما عندناش فلوس. سعر الصرف. كان ما عندناش فلوس باش نشرو، هو ما ياثرش علينا. طيب، اذا خلينا نبسطوا للتوانسه، ساعات يشوفوا الارقام هذه ما يفهموش. التونسي لما حال الخبير الاقتصادي الحقيقي هو اعز خبير، هو الجيب نتاعو. كي يدخل يدي وتجيبه تونسي يفهم وماشي السوق. السوق كازدة، وما زاد في صعوبتها هو هذه العودة المدرسية. اليوم كي نحكوا على السلة، معناتها التونسي القفة نتاعو اللي يحسبوا بها الآن هالتضخم، المواد المكتبية موجودة فيه؟ من المفروض اللي ماهيش موجودة فيه. موجودة فيه باش نعطيك شنو موجودة فيه. القفة، المواد الغذائية باش نلقاو فيه، البيض باش نلقاو فيه، أسعار الدواجن باش نلقاو فيه، أسعار الزيوت باش نلقاو فيه، الغلال باش نلقاو فيه، الأسعار الخضار باش نلقاو، المشتقات والحبوب باش نلقاو، زادة الأسعار الملابس الحذائية التكستيل باش نلقاو، المواد التنظيف باش نلقاو، الخدمات هذوما هما الأسعار، خدمات المطاعم والمقاهي وأسعار خدمات الإيجارات. دونك لهنا ماهوش موجود فيهم اسعار زاده مواد البناء. دونك مانيش باش نلقاو المواد المكتبيه والمواد المدرسيه موجوده في نسبه الاحتساب نتاع معهد الاعلى الاحصاء، معهد الوطني الاحصاء. لكن تو البناء عادي، احنا وكان جينا نبنوا، ما الواحد اللي كان عنده الزفرنك يقول لك اذا كان واحد حل مرمى راهو عنده لاباس عليه، احنا ما عندناش شوانف. لكن الاسعار نتاع المواد المكتبيه هذه جزء حياتي من هنا تسعة شهور، برا اشري ستيلو وبرا اشري كراسه، تقريبا جزء من القفه اهم حتى من بعض المواد الغلال. انا شفت في اشهر ماضيه كانوا يحتسبوا حتى في المواد الكحوليه، اليس كذلك؟ كيفاش يحتسبوا المواد الكحوليه وما يحتسبوش؟ هذوما اللي موجودين حسب التابلو اللي موجود في معهد الوطني الاحصاء، وفما زاد حاجات ثانويه، استهلاكات ثانويه، واللي تو زاد استهلاكات استهلاك اساسي. يعني حتى نلخص، لو يتم احتساب المواد المكتبيه كجزء من قفة التونسي الضروريه اسبوعيا مش نقولوا يوميا، ستكون ارفع، طالما انه المواد المكتبيه شهدت ارتفاع. ماهيش كان المواد المكتبيه، برشا مواد اخرى اللي هي ولات ضروريه باش نعيشوا بالعيش الكريم. لان دونك عندنا زاده كيف الخدمات نتاع الانترنت، عندنا برشا مصاريف. راهو التونسي ما يقول ماهوش قاعد يعيش، راهو كان بالزيت والدجاج والخضره والحليب، راهو فما مواد ثانويه اخرى زاده يعيش بها التونسي. هذوما المواد الاوليه اللي نجموا نقولوا رانا نعيشوا بها، لكن فما مواد اخرى ما نجموش نحن نستغناو عليها. كلنا صب لايت، صب كارت، هذا تقريبا استهلاك يومي للتونسي.